السلام عليكم. بعد أيام قليلة من تظاهرات العاصمة من تظاهرات في العاصمة تندد بإجراءات استثنائية اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد قبل شهر ونصف، قضت بتعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الحكومة. بعد أيام من ذلك صدرت الرئاسة التونسية بالأمس بياناً جاء فيه أن الرئيس قرر مواصلة إجراءاته وأنه سيتولى إعداد مشاريع الإصلاح السياسي في البلاد بنفسه مستعيناً بلجنة لهذا الغرض. حركت قرارات الرئيس الأحزاب السياسية في البلاد التي أعلنت رفضها لما جاء في البيان، معتبرة أن الرئيس انقلب على الدستور. أزمة سياسية متصاعدة يرى مراقبون أن السمة الأبرز لها هي الانقسام الحاصل في الشارع التونسي والذي عمقته إجراءات رئيس البلاد. هل سيؤدي نهج الرئيس إلى إنضاج موقف شعبي تونسي معارض؟ وإلى أين تتجه الأمور في ظل تباعد مضطرد بين الرئيس من جهة وكثير من الأحزاب السياسية من جهة أخرى؟ هذا بعض من أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب التي نحاول مع ضيفينا الكريمين تقديم إجابات شافية عنها. أهلا بكم. حراك وتظاهرات في العاصمة التونسية ومطالبات بإنهاء إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الاستثنائية والدعوة إلى إعادة العمل بالدستور وتفعيل المؤسسات وعلى رأسها البرلمان الذي علق بعد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس يوم 25 من شهر تموز الماضي. المحتجون رفعوا شعارات تطالب بالحفاظ على مكتسبات الثورة ولا سيما الحريات التي يقولون إنها باتت مهددة في ظل الملاحقات الأمنية والقضائية والعسكرية لعدد من معارضي سعيد. إجراءات الرئيس التونسي وضعت نحو 70 شخصية تحت الإقامة الجبرية، منهم قاضيان ونائبان بالبرلمان فضلاً عن الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد، وأصدر أيضاً 19 إقالة لوزراء ومحافظين مقابل تعيين 11 مسؤولاً جديداً. الرئاسة التونسية قالت إن الرئيس قيس سعيد قرر تمديد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه واستمرار العمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين. سعيد وصف المجلس النيابي بأنه كان حلبة صراع وسب وشتم وعنف وتحول إلى سوق تباع فيه الأصوات وتشترى، متهماً بعض الأطراف ببث الفوضى والشك والهلع من أجل ما وصفه بمحاولة إجهاض الثورة. هذا وعد حزب قلبي تونس الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية انقلاباً على الشرعية وتعليقاً للدستور وتأسيساً لديكتاتورية جديدة. على حين نقلت وكالة رويترز عن حركة النهضة أن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء الدستور، محذرة من تفكك الدولة إذا استمر العمل بتدابيره الاستثنائية. رئيس مصر على تعليق أعمال المجلس النيابي ورفع الحصانة عن أعضائه من جهة، وبدء تظاهرات معارضة لقراراته من جهة أخرى. هل بدأ حراك الشارع التونسي ضد الرئيس؟ عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيفينا الكريمين. معي في الاستوديو الأستاذ زياد بومخلة الباحث في الشأن التونسي، وسيكون معنا عبر الهاتف من مدينة سوسة التونسية الدكتور أنور جمعاوي الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. لو بدأنا معك حقيقة، يعني بعد نحو 3 أو 4 أيام من تظاهرات بغض النظر عن اتساعها أو كثافتها من عدمه، لكن خرجت التظاهرات بعد شهر ونصف، نعم، على قراراته في العاصمة. بعد أيام قليلة خرجت الرئاسة التونسية البارح بقرارات حقيقة يعني ربما تكون مفاجئة لبعض المراقبين، أنه مصر على تعليق البرلمان وعلى تجميده ورفع، نعم، الحصانة عن أعضائه، والأخطر من ذلك في حسب بعض المراقبين وبحسب المعارضين أنه سيتولى إعداد الإصلاح السياسي للبلاد بنفسه. نعم. كيف يفهم سياسيا هذه القرارات؟ نحن نتحدث بشكل واضح، وحتى نصف الأمور على ما هي عليه، نحن نتحدث عن انقلاب مكتمل الأركان. قيس سعيد لم يقم إلا بقيادة انقلاب على المؤسسات الدولة، سطى بمقتضى ذلك على كل المؤسسات
لأول مرة يعني في تاريخ البلاد يجمع شخص واحد، حتى في عهد بورقيبة بن علي لم يحدث هذا، شخص واحد يجمع لديه السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فعليا. وبالتالي نحن نتحدث عن حالة من السيطرة الكامل والسطو الكامل على مؤسسات الدولة. هذا المسار كان متوقعا، قيس سعيد سواء من خلال محيطه أو من خلال مساره الذي بدأه كان يؤكد كل مرة بالمناسبة على أنه سيبني مشروع على أنقاض النظام السياسي الحالي. كم من مرة تحدث الرئيس قيس سعيد عن عدم رضاه بهذا الدستور، وكان دائما ما يشير إلى دستور 59. أكثر من مرة قيس سعيد كان يصف مقابليه أو معارضيه بالخونة وبالفسدة وأنه سيذهب في إجراءات تجاه هؤلاء. وبالتالي ما أقدم عليه قيس سعيد الحقيقة في تقديري على الأقل في شخصي المتواضع لم يكن مفاجئا. ما فعله قيس سعيد البارحة بالإجراءات التي اتخذها والتي سماها تمديدا للإجراءات الاستثنائية هو فقط ختم فعليا ورسميا وقانونيا على هذا الانقلاب، وأكد لدى جميع الشرائح سواء السياسية أو الشعبية أنه ماض ومصمم على الانقلاب على المسار السياسي الديمقراطي. لأنه البارحة هناك تعليق فعلي للدستور بعيدا عن لعبة فقط المحافظة على التوطئة والفصل الأول والثاني، لأن القانون المنظم للسلطة العمومية الذي أصدره كذلك الرئيس البارحة جاء فيما ورد فيه أنه ستعمل الدولة في المرحلة القادمة بالمراسيم الرئاسية، وهذه المراسيم الرئاسية لن تقبل الطعن وغير معرضة للطعن من أي جهة في الدولة، وبالتالي بما فيها القضاء، حل الهيئة الوقتية لدستورية القوانين. وبالتالي نحن نتحدث عن سطو كامل على مؤسسات الدولة وذهاب وإغال في لكن رفض. لكن يعني لكن زياد يعني نعم، كيف يمكن توصيفه انقلاب وهو ليس وحدها في هذا الأمر؟ يعني نعم، هو المؤسسة العسكرية تدعمه. طيب، المؤسسة الأمنية تدعمه. الاتحاد طيب الشغل ليس معاديا له ولا أخذ لم يأخذ موقفا منه، بالعكس تصريحات ضمنية تؤكد على مسار الرئيس. نعم، وهناك تيار شعبي يؤيده. فيعني أعتقد أن موضوع توصيف ما حصل بالانقلاب ربما يكون فيه شيء من المبالغة على الأقل بالنسبة لمؤيديه الذين يرون أنه يريد أن ينقذ البلاد من الفساد. نعم، ومتى كانت الانقلابات مرتبطة بوصف الحالة؟ كثير من الانقلابات تمت في العالم على هذا النحو، يؤيدها العسكر، يؤيدها الأمن، تؤيدها حتى جزء من الطبقة السياسية، الحالة المصرية وغيره من الحالات يعني في المنطقة. وبالتالي كون نصف هذا الانقلاب هذا لا يعني أنه بعد ذلك لا يحظى بدعم سياسي وبدعم من بعض الجهات الأمنية وممكن من المؤسسة العسكرية، لكن هذا لا يلغي ذاك. نحن أمام انقلاب مكتمل الأركان. صحيح أن قيس سعيد ذهب فيه بدعم جزء من مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الصلبة، وكذلك استفاد من صمت الاتحاد العام لتونس الشغل الذي صمت فجأة بعد أن كان يخوض إضرابات بالآلاف طيلة العشر سنوات الماضية وعرقل بمقتضى عملية الانتقال الديمقراطي، وكذلك بعض الأطراف السياسية. هل من تفسير؟ ولكن المتحول اليوم أنه بعض الأطراف السياسية التي كانت نعم تتوقع أن تنال نصيبها من كعكة قيس سعيد، خرج قيس سعيد قبل 3 أيام ليقول لها يعني فاتكم القدار مثل ما قال أحد المنقلبين سابقا. هل من تفسير لصمت اتحاد الشغل هو مؤسسة صلبة وقوية ومهمة في تونس؟ أنا أفسر صمته في مستويين. المستوى الأول، الاتحاد في البداية كان يعتقد أنه المعركة لا تعنيه، وأن المعركة هي قيس سعيد في مقابل النهضة، وهو بالتالي مستفيد من هذه المعركة، خاصة أنها تنهي خصم سياسي مهم، ونحن نعلم جيدا أنه داخل نعم أن الاتحاد العام للشغل تقوده تيارات إيديولوجية يسارية متطرفة، وعداءها واضح لحركة النهضة برغم وصفنا لفشل حركة النهضة هذا لا يعني، ولكن نحن نحلل. هذا المعنى الأول الذي وبالتالي المعركة لا تعنيه في البداية. الآن بدأ يتحرك قليلا. المستوى الثاني أن هناك بين قوسين دعم شعبي واضح لقيس سعيد، وبالتالي يبدو الاتحاد لم يرد أن يكون في مصادمة أو في مواجهة هذا المد الشعبي الكبير الذي يدعم قيس سعيد، وأراد أنه ممكن الآن أتوقع موقف الاتحاد الشغل يتطور بالمناسبة، يعني لم يعد في نفس المربع الأول، مربع الصمت أو الترحيب بإجراءات قيس سعيد. واضح منذ أيام أو منذ خلينا أقول منذ أسبوعين تغيرت نبرة وخطاب الاتحاد العام للشغل، وصارت نبرة أكثر للنقد، وتطالب بشكل واضح الرئيس قيس سعيد بإعلان
خارطة الطريق واضحة. الآن بعد الإجراءات الأخيرة أتوقع أن الاتحاد العام للشغل سيصطف مع الحالة السياسية التي تقريبا هناك فيها إجماع اليوم بمن فيها من كان داعم لقيس سعيد، والتي تحولت إلى حالة رافضة بالكلية لما أقدم طيب عليه قيس سعيد. طب أنت يعني استهللت حديثك في مستهل هذه في بداية هذه الحلقة، وصفته إجراءاته بالانقلاب، نعم، وجاء هذا التوصيف في سياق اتهامي وسياق سلبي. هل من الضرورة أن يكون كل انقلاب سيئا؟ يعني هو حتى لو انقلب مثلا فهو لم ينقلب على مؤسسات ديمقراطية تقود عملية إصلاحية ترفع البلاد نحو الأمام، وإنما على عملية سياسية ملأها الفساد. يعني هل بالضرورة أن يكون الانقلاب يعني شرا محضا في تونس؟ طبعا الانقلابات دائما هي شر محض. أعطيني مثالا واحدا صار في انقلاب في العالم ويعني جاء يعني بالكرامة لمواطنيها وبنهضة اقتصادية. يعني هذا جزء من خطاب عربي رسمي متكلس، ماذا يقول مثلا حتى في الحالة السورية وفي غيره من الحالات، يعني العدو على جوارنا وبالتالي لا نحتاج للديمقراطية في هذه المرحلة ونحن في حالة مواجهة مع العدو، وكأنه يعني مصير وقدر الشعوب العربية أن لا تواجه الأعداء إلا وهي مكبلة، إلا وهي يحكمها الاستبداد. لا، بالعكس تماما، الأنظمة الديمقراطية التي تحكمها وحدة وطنية واسعة التي يشارك الجميع فيها في اتخاذ القرار، التي فيها نهضة اقتصادية، هي أقدر وأكثر اقتدارا على مواجهة التحديات الخارجية. وحتى قيس سعيد الذي يدعي أنه أنقذ البلاد من العبث، نعم البلاد كانت في عبث حقيقي قبل 25 يوليو، هذا يتفق فيه كل التنين، ولكن كيف نعالج هذا العبث؟ أن نعالجه بعبث أكبر منه بالانقلاب؟ طيب هنا كذلك رد، لا يمتلك قيس سعيد آليات من داخل الدستور نفسه لمعالجة الوضع الذي كان قائم؟ نعم يمتلك، كان له أن يدعو إلى انتخابات مبكرة مثلا، كان له أن يحل البرلمان وهو يملك أن يحل البرلمان مباشرة بنص الدستور ويدعو إلى انتخابات مبكرة. لو كان صادقا في سعيه كان بإمكانه أن يجري استفتاء شعبيا واسعا على تغيير النظام السياسي. يعني كانت هو يريد الأدوات الدستورية يعني هو غائب ونحن يعني ربما أنا أكون مضطرا لتمثيل أحد مؤيديه، يعني هو ربما الدستور يخوله لدعوة انتخابات باكرة، ولكن هذا لا يفيد في ظل بيئة تشريعية قانونية في تونس لا تخدم ما يريد إصلاحه في البلاد. هو الآن ربما يعني من خلال الإصلاحات السياسية التي يسعى لإعدادها هو ربما يريد إصلاح البنية التشريعية البنية الدستورية للبلد، حتى إذا ما دعي إلى انتخابات باكرة يمكن أن تفرز شخصيات نظيفة. طيب هناك مستويين في الحديث. طيب ما الذي فعل قيس سعيد إذا كان صادقا وحريصا على استقرار الدولة التونسية في أن يعالج مثلا مشاكل البرلمان التونسي عندما كانت فيه إشكاليات؟ هذا واحد، كان رئيسا للتونسيين وكان عليه أن يجمع في أكثر من مرحلة الأطراف السياسية على طاولة الحوار ويحملها المسؤولية. ما فعل أنه فرق الطبقة السياسية، وبالمناسبة حتى حكومة المشيشي الأخيرة رغم أن النهضة وحلفاء تتحمل المسؤولية الكبرى في تغطية عليها وفي حمايتها وفي إسنادها، ولكن من أتى بالمشيشي أصلا هو نفسه؟ أليس قيس سعيد؟ ومن أتى بمن قبله إلياس الفخا؟ أليس قيس سعيد كذلك؟ فقيس سعيد هو جزء من المشكل وراهن كذلك على تلويث المناخ السياسي. هذا واحد. اثنين، قيس سعيد مثلا ما الذي قدمه من مبادرات تشريعية طيلة فترة انعقاد البرلمان منذ 2019 إلى حين حله أو تجميده مثل ما فعل؟ لم يقدم أي مبادرة تشريعية واحدة مثلا لتحميل هذا البرلمان على قوله المسؤولية، وحتى يضغط على البرلمان سياسيين وحتى يقيم الحجة على هذا البرلمان، رغم أنه الحجة قائمة عليه بما يعني ما مارسه نوابه أو أغلب نوابه من عبث. هذا اثنين، يعني كما قلنا قيس سعيد أصلا جاء بالانتخابات، هو هذا الدستور الذي انقلب عليه والانتخابات ما جاءت به كما جاءت بغيره، يعني نص المشهد، يعني لماذا يتعامل فقط مع نصف المشهد ويترك النصف الثاني؟ إن كان قيس سعيد صادقا في مسعاه وإن كان بالفعل يعتبر أنه يحظى بدعم شعبي حقيقي فليعد الأمانة إلى الشعب التونسي. موضوع كذلك حتى لماذا رفض قيس سعيد يعني بين قوسين إيجاد محكمة دستورية، رغم أنه مرة أخرى كان يجب على الطبقة السياسية أنه توجد هذه المحكمة الدستورية قبل ذلك بكثير، وكان هذا من أهم الثغرات التي وقعت فيه يعني الطبقة السياسية، لكن هو لم يكن صادقا كذلك في سعيد، عطل برغم أنه البرلمان على عبثه يعني قدم تنقيحا في تركيز المحكمة الدستورية ولكنه لم يختم. طيب، هذا التنقيح، وبالتالي
بالتالي قيس سعيد كان واضحا منذ البداية، كان يريد أن ينسف البنية السياسية القائمة، هو لا يريد أحزابا سياسية، هو يريد يعني نمطا استبداديا فردانيا تسلطيا يعني على شاكلة ما كان يوجد في ليبيا وعلى شاكلة ما كان يقود به معمر القذافي. أنت قلت إن ما فعله ليس مفاجئا، وإنه هذا كان متوقعا على الأقل بالنسبة لك. لماذا ليس مفاجئا؟ ليس مفاجئا لأنه منذ اللحظة الأولى التي مسك فيها قيس سعيد كان يعبر بشكل واضح أنه لا يتبنى يعني لا يتقاطع مع نفس المقاربة السياسية التي يعني ينبني عليه النظام السياسي التونسي. هذا واحد. منذ البداية كان في حالة قطيعة مع الأطراف السياسية، وحجم تفاعله مع بقية مؤسسات الدولة كان ضعيفا. محاولته للتدخل في تشكيل الحكومة أكثر من مرة، ومحاولة تشكيل حكومة على أساس وزير أول وليس رئيس حكومة، بما فهم منه أنه يريد السطو على السلطة التنفيذية، وهو في هذا خروج واضح على نص الدستور التونسي الذي يعطي الأولوية ويعطي الصلاحية لرئيس حكومة لقيادة البلاد. طيب. يعني المؤشرات كانت كثيرة في خطاب قيس سعيد وفي سلوكه السياسي الدالة على أنه ذاهب في الانقلاب على النظام السياسي وعلى يعني مؤسسات الدولة التونسية. الآن ضيفنا صار جاهزا من مدينة سوسة، أجدد الترحيب بك دكتور أنور جمعاوي الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية، أنت معنا عبر الهاتف من مدينة سوسة. ضيفنا في الاستوديو الأستاذ زياد بمخلة وصف ما حصل وخصوصا بالأمس أنه ختم نهائي على إجراءات انقلاب مكتمل الأركان. بعيدا عن التوصيف، في رأيك أن الرئيس الآن يأخذ خطوات تعبر عن كبير ثقة وتعبر عن إصرار وقوة، على ما يستند في اتخاذ هذه الإجراءات مثل التي اتخذها البارحة؟ أهلا بكم، شكرا للاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا. بالنسبة إلى ما أقدم عليه الرئيس، هو لم يكن يعني غريبا أن نسمع بخاتمة ما يسميه بالتدابير الاستثنائية البارحة. والرئيس من وجهة نظره ومن وجهة أنصاره هم يعتقدون أن الحياة السياسية في تونس في العشرية الأخيرة لم تحقق يعني تطلعات الشعب التونسي، ويستندون إلى أن مؤسسة البرلمان قد دخلت في هرج ومرج كبيرين، وظهر أن ممثلي الشعب لم يكونوا في مستوى المسؤولية وفي مستوى الأمال المعقودة عليهم، لذلك هو اعتبر أن البرلمان خطر داهم، ليس خطرا داهما بل اعتبره خطرا جاثما. لكن معنى دكتور أنور، مع نصر القوة في مواصلته انتهاج هذه السياسة برأيك؟ بصراحة هي هذه السياسة في نهاية المطاف هي سياسة تؤدي إلى تأسيس حكم شمولي في تونس، لكن المشكلة أن عامة الشعب لا يمكن أن نحكم على الناس ونضعهم في سلة واحدة. هناك طيف من الناس يؤيدون ما ذهب إليه قيس سعيد، وهناك طيف آخر لا يقبلون بمشروعه الذي أعلنه واكتملت ملامحه البارحة. يعني الرئيس قيس سعيد يقول بأنه يمثل الإرادة الشعبية، لكن هذا القول مبالغ فيه، لأنه تبين من خلال المظاهرات الأخيرة أن هناك شقا من التونسيين لا يشيعونه الرأي فيما ذهب إليه، ويعتبرون أن ما حصل من تمديد للتدابير الاستثنائية ومن مركزة للسلطات الثلاث بيده، يعتبرون ذلك ملامح لتأسيس دولة فردانية أحادية شمولية. طيب، لكن ما نعم معذرة دكتور، يعني قبل أيام قليلة خرج التونسيون في العاصمة في تظاهرات رافضة لإجراءات الرئيس بغض النظر عن أعداد هذه التظاهرات، لكن أريد أن أسألك عن الرسالة التي يمكن أن تصل إلى القصر الرئاسي من وراء تظاهرات الشارع التونسي، علما أنها التظاهرات تأخرت شهرا ونصف تقريبا. التظاهرات تأخرت نتيجة لأننا نعيش حالة طوارئ وحالة ما يسمى بالاستثناء، ولأن الناس يعني كانوا يخافون في البداية من الخروج، كانوا يخافون من أن يواجه تظاهرهم السلمي بعنف، ولذلك تريث الناس وتريثت القوى السياسية
لكي تدرك ما يمكن لكن أن لكن تؤول يعني إليه عفوا دكتور أنور، الأمور. يعني أنصار الرئيس ربما يعترضون على هذا الخطاب، لأنهم يقولون بأنه عندما طلب التونسيون إذنا بالتظاهر وطلبوا الرخصة خرجوا بحماية رجال الأمن، الأمن هو من حمى التظاهرة التي خرجت في تونس ضد الرئيس. في كل الحالات فإن تلك التظاهرة دالة على وجود طيف من التونسيين لا يقبلون بحالة الاستثناء ولا يقبلون بالتوجه نحو الحكم الفردي، والرسالة واضحة، ارتفع الخوف من القلوب، وفكرة أن هناك من يمثل الإرادة الشعبية على جهة الإطلاق هي فكرة مبالغ فيها، فقد تبين أن الشعب له توجهات مختلفة إزاء ما حصل، وأن هناك فئة تناصر قيس سعيد، لكن أيضا هناك فئة وازنة أخرى تمثل الصوت المعارض لما أقدم عليه قيس سعيد، وتجلى ذلك بكل صراحة يعني من خلال بيانات يعني أحزاب وازنة في تونس مثل حركة النهضة، مثل قلب تونس، مثل حزب العمال الشيوعي التونسي، مثل ائتلاف الكرامة، مثل التيار الديمقراطي، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، مثل الهيئات الحقوقية الوطنية، يعني منظمات المجتمع المدني، هذه كلها تمثل ما يعرف بالهياكل الوسيطة بين الحاكم والمحكوم، وهي هياكل تمثل جمهورا معتبرا في الداخل التونسي، لذلك لا يمكن الاستهانة بها، وأظن أن الرسالة قد وصلت إلى أي مدى يمكن الاعتبار بها، هذه مسألة أخرى، لكن يبقى موكولا على القوى المدنية الحية في تونس أن تواجه هذا المشروع الذي يروم في النهاية ربما تأسيس ما يعرف بدولة شمولية، لأن التونسيين قد سئموا بصراحة الحكم الفرداني على مدى يعني 30 سنة خلال حكم الحبيب بورقيبة، وعلى مدى 23 سنة في حكم المخلوع زين العابدين بن علي، وبناء عليه فإن حركة الشارع التونسي هي حركة معبرة، هي حركة تعبيرية وجودية اجتماعية، لكن هناك دكتور أنور صوت آخر يقول لا لمركزة السلطة بيد شخص واحد. مع الاحترام لما تفضلت به دكتور أنور، مع الاحترام لما تفضلت به، لكن ثمة رأي آخر يقول بأن هذه التظاهرات هي في الحقيقة تظاهرات خجولة تعبر عن مصالح السياسيين الذين خرجوا من مولد السياسة في تونس بلا حمص إذا صح التعبير، يعني يريدون أن يحفظوا ماء وجههم، يريدون أن يحصلوا على شيء من الكعكة التي ينفرد، التي يقولون بحسب قولهم أن الرئيس التونسي ينفرد بها لوحده حتى الآن. أخي أنا أشاركك الرأي في أن الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة فيما آل إليه الوضع الآن في تونس، فما كانت تعيشه تلك الطبقة السياسية من تجاذبات ومن محاصصات حزبية ومن خلفيات وصراعات أيديولوجية ومن منطق إقصائي، هذا معروف، هذا معروف، لكن التظاهرات هذه الحالة. لكن دكتور أنور أرجو المعذرة، هذا معروف، لكن التظاهرات جاءت في هذا السياق. هم تونسيون، فيهم المتسيس وفيهم غير المتسيس، فيهم المتأدلج وفيهم غير المتأدلج، ومسألة الدستور لم تصغه مثلا حركة النهضة، الدستور صاغه المجتمع التونسي بكل فئاته وبكل مكوناته المدنية الحية، ولذلك لا يمكن أن نقول بأن هذا الدستور يجب أن نستغني عنه هكذا بجرة قلم، لأنه هو نتاج إجماع مواطني مدني شعبي. طيب. وما تضمنه من حقوق ومن حريات هو حقوق وحريات اتفق عليها. هناك حديث دكتور أنور. النائب من الممثلين التونسيين نعم. في المجلس التأسيسي السابق. هناك حديث عن أن إصرار الرئيس قيس سعيد على انتهاج هذه السياسة عمق الانقسام الحاصل أصلا في الشارع التونسي، وهذا ربما يكون له دلالاته وتبعاته، نريد أن نبحث معك وضيفنا في الاستوديو تبعات ودلالة هذا الانقسام إذا ما اتفقتما عليه، ولكن بعد العودة من فاصل قصير. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات.
أسعدكم الله. هذه عودة للحديث عن تفاعلات المشهد السياسي في تونس. أستاذ زياد، أنعم الله عليك، القرارات الأخيرة للرئيس يعني تعكس قوته، هذا تحدثنا عنه في الجزء الأول، لكن المراقبين الآن التونسيون تحديدا يتحدثون عن انقسام حاصل في الشارع التونسي. أريد أن أسألك عن مدى عمق هذا الانقسام ومن الذي سببه؟ طبعا الانقسام حاصل للأسف، والانقسام منذر كذلك بتطور الحالة، ممكن حتى إلى حالة من التبادل لا قدر الله العنف التي تجنبناها في محطات سابقة، لأنه حجم العنف الذي تصدره بالذات تنسيقية قيس سعيد لا يمكن أن يوصف. يعني هناك حالة من الرغبة في التشفي في الانتقام، هناك تحرش. نحن نتذكر أنه يوم 24 يوليو حصلت فيه أحداث عنف، تعرضت مقرات أحزاب للحرق، كانت محاولة كذلك لتعنيف بعض النشطاء السياسيين، وبالتالي نحن نتحدث عن حالة من بالفعل التقسيم المجتمعي. خطاب قيس سعيد ذاته مغل في تقسيم المجتمع التونسي. قيس سعيد على الإطلاق يذكر الخونة، يذكر الفسدة، يذكر متجاوزا حتى بين قوسين الدبلوماسية المحودة التي يجب أن توجد عند رئيس للدولة، متجاوزا كذلك أدبيات وأخلاقيات هذا الموقع. هذا الموقع المهم إذا كان هناك خونة وفسدة فليسميهم بالاسم ولا يخلق هذه الفتنة داخل المجتمع التونسي. قيس سعيد كذلك أكثر من مرة تحدث عن محاولة اغتيال وأثار الفتنة والبلبلة داخل صفوف المجتمع التونسي. ليس سهلا في أي دولة في العالم من الرئيس يخرج هكذا بكل راحة ويقول أنا أتعرض للاغتيال. إن كان هناك حقيقة يعني مخططات لاغتيال الرئيس في الأصل أنه يحاسب من هو خلفه، لكن يبدو أنه مثل حادثة الظرف المسموم الذي تحول إلى ما يشبه الفيلم السينمائي تدلل على أن هناك حالة من الخفة الكبيرة في تعامل رئاسة الجمهورية مع أوضاع البلاد، وهناك حالة من الهشاشة في التعامل كذلك مع في إدارة الوضع العام للدولة. جزء منه لأنه قيس سعيد طارئ على السياسة باعتباره من خارج السياسة الكلاسيكية، وجزء منه لأنه بالفعل لا يفقه هذه الدولة ولا يجيد طريقة التعامل مع هذه المؤسسات، ولذلك هو يرتكب أخطاء كبيرة واليوم يصنع مشكل آخر. قيس سعيد هناك انقسام أعظم يعني يقوده إلى الدولة التونسية، وهو أن وضع تونس في عمق التجاذبات الإقليمية والدولية. اليوم هناك صراع فرنسي أمريكي في تونس، هناك صراع إقليمي تقوده بعض القوى كذلك الإقليمية التي تريد ليس أن حديثا هذا الصراع في تونس. نعم؟ ليس حديثا، يعني هذا قديم. لا هو عزز هذا، صحيح أنه هناك صراع، ولكن هو بسلوكه يعني فتح الدولة ومؤسساته أمام الاختراق وأمام التوظيف، لأنه كل طرف يريد أن يوظف ما يحصل لصالح مشروعه، خاصة أنه هناك ارتباط بين تونس والحالة في المنطقة، وخاصة أن اللف النيبي هناك رغبة من بعض القوى الدولية والإقليمية لتوظيف تونس في الصراع الليبي، وبالتالي قد تتحول تونس إلى قاعدة لتغذية الصراع في ليبيا. اليوم هناك بالفعل مكامن الخطورة التي وضع فيها قيس سعيد يبدو أنه غير واعي بها، وهي ستأتي برأسه قبل أن تأتي يعني على الدولة التونسية. هو وضع الدولة التونسية في وضع خطير، ويعني بين قوسين قامر بمؤسسات الدولة، وهو يخوض يعني بين قوسين مغامرة خطيرة وخطيرة جدا قد تؤدي بنا إلى فوضى حقيقية. يعني لكن فيما يبدو أن الساحة لم تترك حتى الآن له لوحده، وهنا أريد أن أسمع رأي الدكتور أنور. حركة النهضة إحدى أبرز وأهم الحركات والأحزاب السياسية في البلاد، يبدو أنها تريد أن تقف موقف الند من الرئيس. يعني على لسان أمينها العام راشد الغنوشي قال ما هذه القرارات الأخيرة التي صدرها البيان الرئاسي البارحة لا نوافق عليها، وهي انقلاب على الدستور ولن نقبل بها. برأيك ما القيمة العملية والسياسية لهذا الموقف لحركة النهضة؟ في هذه اللحظة التاريخية التي تعيشها تونس هناك حالة يعني فرز، يعني يمكن أن نقف عند من تهمه قيم استمرار الجمهورية وقيم تواصل المشروع الديمقراطي والحاجة إلى الاحتكام إلى الدستور وصندوق الاقتراع، ومن لا يولي إلى ذلك اهتماما ويرمي بالدستور عرض الحائط، ومن يريد أن يؤسس ربما لدولة مغلقة، دولة يحكمها الفرد، وهناك بعض الذين يعني يشيعون هذا التوجه يعني القائم على الخروج عن الشرعية الدستورية وعلى التنكر للمشروع الديمقراطي، وهناك طيف مهم جدا من مكونات المجتمع المدني من بينها الأحزاب السياسية
كما ذكرت يعني حركة النهضة في مقدمتها، وأيضا أحزاب أخرى وازنة من بينها يعني التيار الديمقراطي، من بينها ائتلاف الكرامة، قلب تونس، حزب العمال، المنظمات الحقوقية المدنية واتحاد الشغل. هذه هي المنظمات تمثل الرافد الآخر للفعل. لكن دكتور أنا سألتك، لو أذنت لي، دكتور أنور، أنا سألتك عن القيمة من الناحية السياسية. يعني دكتور أنور، لوحدهم في البلد، لأن البلد هو ملك لكل تونسيين ومن حق كل تسمعني دكتور أنور أن يعبر عن وجهة نظري. طيب طبعا لا شك، في ذلك، لكن أنا سألتك عن من الناحية السياسية القيمة العملية لموقف حركة النهضة مؤتلفة مع باقي الأحزاب. يعني يبدو أنها هناك نوع من التوافق بين الأحزاب الرئيسة ضد قرارات الرئيس التونسي. من الناحية السياسية ما القيمة العملية لموقف النهضة وأقرانها من الأحزاب السياسية؟ قد يكون هذا الموقف ربما متأخرا، لكنه ضروري في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة التي تعيشها تونس. وفي نظري أن حركة النهضة وحدها ليس في مقدورها أن تواجه يعني أي ميول للاستبداد أو أي ميول لإقامة دولة أحادية من جديد. الأمر يحتاج إلى مكونات المجتمع المدني على اختلافها لكي تعبر عن وجودها وعن كينونتها، ولكي تعبر عن تمسكها بالمشروع الديمقراطي. أما بالنسبة للإسلاميين ففيهم يعني قطاع مهم، يقولون بأننا قد دفعنا ثمن يعني مواجهة الدولة القائمة على عاد بورقيبة وعلى عاد بن علي، ونحن اليوم ليس لدينا استعداد بأن نكون لوحدنا في مواجهة توجهات سلطوية جديدة. طيب أستاذ زياد، هل تدور الأزمة السياسية في تونس اليوم في حلقة مفرغة، بمعنى أن الرئيس يعتبر المعارضة أو الأحزاب فاسدين وهم يعتبرونه منقلبا على الدستور، هل ندور في حلقة مفرغة اليوم؟ هذه نتائج الانقلاب الذي كنا نذكره، أنه يصنع الفراغ، أنه يحول الحالة السياسية إلى حالة ميتة، وأنه يقتل السياسة ويقتل ويعرض الدولة إلى مخاطر جمل. بالفعل نحن في حلقة مفرغة، لأنه الرئيس قيس سعيد كما تعلمون ويعلم المواطن العربي رفض كل محاولة الحوار. الاتحاد العام التونسي للشغل كأكبر منظمة اجتماعية، رغم كل الملاحظات على سلوكه في التعامل مع تجربة الانتقال الديمقراطي، لأنه قدم مبادرة للحوار للرئيس قيس سعيد، تماطل في الإجابة عنها في البداية، ولكنه وتماطل عن قصد وتماطل عن خلفية، هو لم يكن يريد حوارا، هو كان يجهز لهذه الخطوة. وبالمناسبة هو خاتل الاتحاد العام التونسي للشغل وخاتل بقية الطبقة السياسية لأربح الوقت وحتى يسطو في اللحظة المناسبة على الدولة التونسية، وبالتالي نحن بالفعل في حالة فراغ. حالة الفراغ الثانية والمفزعة هي حجم اللي هو بين التيارات السياسية التي يعني بين قوسين انصرفت لتصفية حساباتها السياسية على حساب الوضعية العامة والخطر الداهم الذي يهدد يعني بين قوسين الوحدة الوطنية والدولة واستمرار الدولة التونسية. اليوم إن كان من مهمة وطنية أساسية على كل الطبقة السياسية أن تتجاسر على خلافاتها وأن تتوحد من أجل إسقاط الانقلاب، ثم بعد ذلك أن تقوم بنقدها الذاتي العميق من أجل أن نستأنف المرحلة القادمة باقتدار حقيقي، ومن أجل قيادة مرحلة سياسية ديمقراطية عميقة يكون فيها بالفعل هناك دولة جامعة لكل مكوناتها، وتكون هناك مشروع لاستصلاح ما أفسده النظام السابق وما كذلك ما وقعت فيه الطبقة السياسية خلال 10 سنوات من أخطاء فادحة فوتت على التونسيين فرصة الاستثمار في الثورة وتحويلها إلى ثروة حقيقية للأجيال القادمة. وبالتالي نحن أمام لحظة تاريخية فارقة، إما أن نتوحد لإسقاط الانقلاب ثم بعد ذلك ننظر في كيفية صياغة مشروع وطني جامع، أو أننا القيس سعيد سيستفيد من حالة التشتت الموجودة في الساحة السياسية، سيستفيد ويستثمر في الخلاف السياسي الذي يشق الطبقة السياسية، سيستثمر في حالة الضعف التي يعني بين قوسين تعيشها المنظومات السياسية الحزبية، وبالتالي هذا سيمكن لانقلابه وسيذهب بعيدا في هذا المشروع. وبالتالي بالفعل نحن في حلقة مفرغة، وعلينا أن نجسر هذا الفراغ يعني بسرعة. والمؤشر الإيجابي اليوم أنه الشارع أنا في تقدير صحيح أنه تحرك في جزء منه باعتباره مسيسا، ولكن جزء من الشارع وهو المهم اليوم تحرك خارج المنظومات السياسية الكلاسيكية والتقليدية، وهذا ما يؤكد أنه الديمقراطية عميقة في الشارع التونسي، وأنه الشعب التونسي بعدما تذوق الديمقراطية ليس من السهل أن يعود إلى نظام شمولي كلياني فرداني. وأنه أتوقع ما سيقوم به قيس سعيد من أخطاء، وهو يقوم بأخطاء فادحة الآن، سيعيد
يعيد الوعي الطبيعي للشارع التونسي ويعيد بناء بين قوسين المعارضة والصمود والمقاومة ضد مشروع الانقلاب مرة أخرى. لا شك أننا سنعود إلى وقد وصلنا إلى الحديث عن المظاهرة عودة أخرى إلى تظاهرات الشارع الرئيسي. نعم. يعني هذا الموضوع إذا نسأل لو أذنت لي أن أعود إلى سوسة لأسأل الدكتور أنور يعني بمراقبة موضوعية، هل في تونس ما يوحي بأن التظاهرات الأخيرة التي خرجت قبل أقل من أسبوع يمكن أن تتطور وتتحول إلى موقف شعبي رافض لإجراءات الرئيس، علما أن الرئيس الآن يرتكز على قاعدة شعبية في سياسة ونهجه؟ سؤال مهم جدا. الرئيس يستند إلى قاعدة شعبية حلقت آمال على هذه التدابير واعتقدت أنه 25 يوليو الفارط يمكن أن يؤدي إلى تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية للتونسيين، ويمكن أن يؤدي إلى محاربة الفساد والمفسدين، ويمكن أن يؤدي إلى تحسين المقدرة الشرقية للمواطن، وأن يخرج الناس من جحيم يعني غلاء الأسعار. انتظر الناس كل هذه التطلعات على مدى 60 يوما، لكن للأسف النتائج كانت محتشمة. الأسعار اليوم ارتفعت بشكل جنوني، هناك بعض المصانع وبعض المعامل أغلقت أبوابها ووجد العمال أنفسهم عاطلين عن العمل، وجدت عائلات بحالها نفسها في مواجهة البطالة والفقر. إذن التونسيون لم ينتفضوا، وإن كانت يعني احتجاجات محدودة في 25 يوم في نظري هي احتجاجات اقتصرت على مراكز بعض المدن، لكن المحتجين لم يطالبوا بإلغاء الدستور ولم يطالبوا بتغيير النظام السياسي، فقد طالبوا بحل البرلمان وطالبوا بتحسين المقدرة الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية وطالبوا مكافحة الفساد، لكن للأسف إلى حد الآن لم نرى مكافحة الفساد. هناك توجه الآن من خلال ما صدر البارحة نحو الدخول في معترك يعني خصومة دستورية جديدة، والحال أن التونسيين قد حسموا الاستحقاق الدستوري منذ سنة 2014 وأسسوا دستورا من أرقى الدساتير في العالم، كان دستورا توافقيا تقدميا أسس لحقوق الإنسان وأسس للحريات العامة والخاصة وضمن توزيع السلطة بين بشكل متوازن بين الجانب التشريعي والجانب التنفيذي والجانب القضائي، وفرض رقابة متبادلة بين السلطات الثلاث. لكن ما يحصل اليوم أننا أصبحنا نتجه نحو مركزة السلطة بيد فرد واحد، وفي نظري أن هذا يقلل من شعبية الرئيس، لأن الرئيس لما انتخبه التونسيون في سنة 2019 انتخبوه بناء على دستور 2014 الذي أقسم على احترامه وأقسم على حمايته، لكن نسمع الآن بأنه يتم الاحتفاظ فقط بتوطئة الدستور والباب الأول والباب الثاني منه، في حين يتم إلغاء الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية والباب المتعلق بالسلطة التشريعية، ويتم توسيع يعني صلاحية الرئيس بشكل غير مسبوق، يعود بنا إلى زمن الدولة الشمولية على عهد الحبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي، عندما يصبح الرئيس هو الحاكم بأمره وهو الناطق الفاعل الذي يفعل كل شيء دون حسيب ودون رقيب. فما لاحظناه من خلال صلاحية الرئيس الجديدة أن ما يصدره من أوامر ومراسيم لا تقبل الطعن ولا تقبل الإلغاء ولا تقبل الرفض، وبناء عليه فنحن اتجهنا بخطى حثيثة للأسف نحو معالم حكم فرداني. طيب حتى لا تتجه تونس إلى حكم فردي، يبدو أن يعني صراخ حركة النهضة وباقي الأحزاب السياسية معها يبدو أنه كما لو أنه صرخة في واد. نعم. ليس لها أثر يذكر. ما خيارات المعارضة والأحزاب السياسية لمنع تدهور تونس إلى الحكم الفردي كما قال ضيفنا في سوسة؟ الحل الأول الحقيقة عند الشعب التونسي، يعني بعيدا حتى عن الأحزاب، أن الشعب التونسي بمراكمة من وعي خلال العشر سنوات الماضية في تقديري سيكون قادرا على تمييز أنه تعرض إلى خديعة اسمها قيس سعيد، كما ميز قبل ذلك كما حسم في منظومة الفشل في العشر سنوات. لكن يحتاج إلى قيادة الشارع التونسي. هذا أنت تحتاج إلى وعي ومعها قيادة، لأنه يعني قيادة بدون شعب لا يسند. هو المشكلة اليوم وين أنه قيس سعيد حظي بدعم شعبي. يعني
يعني كل الأحزاب قناعة السياسية كما كان يذكر الدكتور في قناعة لديهم أن قيس سعيد أنهى مرحلة الفشل وسيؤسس لمرحلة الازدهار والنهضة، ولكنه كل ما فعله أنه أخذ يعني سطع على الدولة ووظف هذا الأمر لصالحه لحد الآن، ولم يقدم أي شيء يخدم فيه الشعب التونسي. لماذا سألتك عن الأحزاب المعارضة؟ لأنه ينبغي أن تصدر منها فئة تقود الشارع على الأقل. هل كل الأحزاب فاسدة؟ هناك خطوة ما قبل، ليست كلها فاسد، ولكن هناك خطوة ما قبل أنه الأحزاب السياسية تعود لاسترداد دورها الطبيعي في تأطير الشارع التونسي. الأحزاب السياسية كلها بدون استثناء حكما معارضة مدعوة إلى نقد ذاتي حقيقي عميق لسلوك السياسي 13 سنوات. لم يتسلل قيس سعيد إلا من ثغرة ضعف هذه المنظومات الحزبية وفشلها في إدارة الفرصة التي أتت بها ثورة. كيف يعني ستعود هذا الضعف؟ نعم تعود هذا الضعف نعم بتغيير خطابها السياسي، وأن يكون لصيقا بالفعل بالأمم الشعبية، أن تقدم مشاريع حقيقية للحكم وإدارة المرحلة القادمة، أن تجدد بين قوسين يعني كل هذه المدة يعني لم تفعل ما تفضلت به. وبالتالي هي حتى الآن قاصرة على أن تعود للشارع بالشكل القوي، وقاصرة على أن تقنع الشارع التونسي الذي حسم فيها باعتبار فشلها أنها قادرة أن تسترجع يعني القيادة من جديد. وبالتالي هي كذلك الشارع التونسي يحمل تقييما سلبيا عن هذه الأحزاب السامية، كما أتوقع أنه سيكون له تقييم سلبي لقيس سعيد في المرحلة القادمة. ولكن هذا لا يلغي دور الأحزاب. الأحزاب قادرة على أن تعيد يعني بين قوسين تأهيل نفسها ولو بشكل سريع. في كل الحالات أنا في تقديري الشارع التونسي سيميز أو سيكون بين أمرين، إما أن يعود للاستبداد وإلى دولة شمولية كليانية بشكل كامل، أو أنه سيقبل على الأقل بقوسين بالوضع الذي كان سابقا على أمل أن يحسن فيه في 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 وقت لاحق. وبالتالي عندما تكون القضية هي قضية الحرية، عندما تكون هي القضية قضية الديمقراطية، يصبح من الترف الحديث عن بعض الإشكاليات وإن كانت في العمق مهمة، ولكن الأولوية الآن لإسقاط الانقلاب، وعلى أمل أن نوجد كما قلت في بداية كلامي مشروعا وطنيا جامعا يخرج بالتونسيين من حالة التردد ويبني دولة وطنية حقيقية قادرة على أنها تصنع الرفاه والنهضة الحقيقية لكل فئات شعبها شمالا وجنوبا شرقا وغربا. ولكن الآن أولوية الأولويات، وحتى لا يعني تتشتت البوصلة، وحتى لا يعني نصرف الوقت في صراعات جانبية، الأولوية اليوم لإسقاط الانقلاب. هناك اليوم الخطر الدام الحقيقي والذي يمكن أن يتحول إلى خطر جاثم هو قيس سعيد ومشروعه هو الانقلاب. طيب. ومشروعه الفردان التسلطي. دكتور أنور، هناك دعوات كثيرة من الأحزاب السياسية كما يعني جسدها على لسانه ضيفنا في الاستوديو الأستاذ زياد، دعوة إلى العودة إلى الدستور، إلى وقف مسلسل الإجراءات الاستثنائية، إلى آخره. لكن كل هذه الدعوات من الأحزاب السياسية والمعارضة لم تتحول إلى خطاب عملي، إلى مشاريع سياسية، إلى مبادرات، إلى مقترحات، فقط دعوات يعني جوفاء إذا صح التعبير، ليس لها رصيد عملي. وبالتالي الرئيس يستند إلى ضعف المعارضة، وهذا الضعف يغذيه في سياسته. كيف يمكن علاج هذا الخلل برأيك؟ أحسنت في خصوص الإشارة إلى هذا الخلل، وهو خلل هيكلي في خصوص هذه التشكيلات الحزبية الموجودة في تونس. للأسف يعني رد فعلها كان بطيئا وكان متأخرا، وما زالت تعاني لحد الآن من حسابات يعني إيديولوجية إقصائية فيما بينها، وأحرى بهذه الأحزاب أن تتجه نحو تنسيق جهودها لخدمة الصالح العام، لأن التاريخ سيذكر أنها وقفت إلى جانب المشروع الديمقراطي وعملت من أجله، أو أنها خذلت المواطنين وخذلت ناخبيها وانصرفت إلى تحقيق يعني أهداف فئوية ضيقة. لذلك من المهم بمكان أن تكون هذه الأحزاب على درجة عالية من المسؤولية، وأن تطلع بدورها في حماية المنجز الديمقراطي الدستوري الذي ركمه التونسيون. هل هناك إرادة سياسية عند هذه الأحزاب دكتور أنور لما تفضلت به؟ حاليا المشهود حاليا أن أغلب الأحزاب عبرت عن اعتراضها على التدابير الاستثنائية، وهناك بوادر لجبهات لمعارضة هذه التدابير وللمطالبة بعودة فورية إلى المسار الدستوري والديمقراطي.
هل هذه الدعوات التي أطلقتها الأحزاب، طبعا أنا أريد أن أختم مع ضيفي الأستاذ زياد، لذلك أنا أطلت قليلا معك، هل هذه الدعوات التي أطلقتها الأحزاب السياسية تعبر عن صحوة لدى هذه الأحزاب، صحوة سياسية تريد أن تنقذ البلد، أم تعبر عن خوف من فوات الكعكة بدون أن ينالها نصيب؟ المسألة الآن بالنسبة إلى الأحزاب هي مسألة وجود، الأحزاب أصبحت مهددة في وجودها لأنها بهذه الطريقة لن يكون بإمكانها أن تساهم في استقطاب الناس، لن يكون بإمكانها أن تساهم في تشكيل المشهد العام، خاصة أننا لاحظنا أنه جرى تهميش يعني الأحزاب منذ سنة 2019، فمؤسسة الرئاسة لم تلتفت كثيرا إلى هذه الأحزاب، ولكي تستعيد هذه الأحزاب وثقتها لدى الناس ولكي تصبح ذات قيمة وذات قيمة اعتبارية في الوعي الجمعي التونسي، أحرى بها أن ترسم استراتيجية تمكنها من التعبير عن وجودها ومن المساهمة في حماية المشروع الديمقراطي التونسي من أي منزلقات فردانية أو سلطوية تتهدده، وبذلك يمكن أن تنقذ ماء وجهها أو يمكن أن تساهم بالدور الذي يفترض أن تطلع به منذ سنوات. حتى تتم هذه الخلطة أو الرؤية الاستراتيجية بالنسبة للمعارضة، أرجو منك الاختصار، إلى أين ترى بقراءة موضوعية أو واقعية تتجه الأمور في تونس بكثير من الاختصار من فضلك؟ للأسف ما يحصل حاليا لا يبعث على التفاؤل، هناك حالة من الردة عن المشروع الديمقراطي، الناس ينظرون إلى الديمقراطية على أنها تنمية، على أنها تشغيل. صحيح أن تونس حققت مكتسبات ديمقراطية وحقوقية لم تحصل في أي بلد عربي في العصر الحديث خلال العشرية المنقضية، لكن المشكلة أن النخب السياسية الحاكمة في تونس لم تنجح في تحقيق نقلة اقتصادية نوعية، لذلك واجهت الديمقراطية التونسية هذا المأزق العظيم. أشكرك أستاذ زياد. الآن أيضا بقراءة واقعية لما يجري في تونس، هل خرجت الأمور من يد الأحزاب السياسية وصار الأمر معلقا بالشارع التونسي؟ وإذا ما كان الأمر كذلك فكيف سينعكس أو ستنعكس قرارات الرئيس بالأمس على حركة الشارع؟ أنا تقديري الأحزاب السياسية في النهاية تمرض ولكنها لا تموت، قادرة على أن يعني تجدد نفسها وهي معنية بتجديد نفسها، لأن الرسالة الحقيقية إن كان من مسؤولية وطنية الأحزاب أن تعيد رسكات نفسها بسرعة وأنها يعني تعود إلى المشهد سريعا، ولما لا أظن هذا الحراك سيصنع حالات سياسية كيانات سياسية جديدة كذلك، يعني لأنه في الشارع التونسي أنا في تقدير الديمقراطية صارت عميقة رغم كل هذا ما وصفه الدكتور، وأنه ما يحصل الآن هو أشبه بالسكرة وهو نتيجة بين قوسين لعذبات ممكن 10 سنوات كان فيها التونسيين على أمل كبير بتحقيق نتائج حقيقية ولكنهم للأسف يعني لم يتحقق، خاصة في رفائهم اليومي، في حالتهم الاجتماعية، في وضعهم الاجتماعي، في وضعهم الاقتصادي، ولكن هذا لم يتحقق، لأنه هو الشعب التونسي بالمناسبة هو نفس الشعب الذي ذهب لانتخابات 2011 و2014 يعني وآمن بهذا، ولكن للأسف النخبة السياسية لم تستفد كما قلت من هذه الفرصة. اليوم يعني بين قوسين الانقلاب كان مهما، هو لحظة مهم وسيساعدنا في تقديري إذا أحسن استثمار هذا لبناء المرحلة اللاحقة، سنفهم ما قيمة الديمقراطية بالفعل وما قيمة النخبة نفسها لا يواجه الرئيس أي كذلك معارضة. مهم جدا كذلك ما فعله الانقلاب كذلك إنه قطع مع منظومة الفشل، وإنه ما كانت تقدمه الأحزاب السياسية في صيغته القديمة ما عاد ممكن للترويج له في المرحلة القادمة. سنسقط الانقلاب ولكن سنعيد بناء تونس بروح جديدة وبخطاب جديد وبمشاريع وطنية حقيقية قادرة على أن تقودنا إلى بر الأمان. أنا متفائل رغم كل ما يحدث في الحالة بالأحزاب التونسية. أنت متفائل؟ لا أنا متفائل بالشارع التونسي، رغم أنه بعض الأحزاب تخطئ مرة أخرى عندما تلعن هذا الشارع وتلعن هذا الشعب وتصوره في شكل المتصابي. أنت متفائل بشارع يدعم الرئيس؟ لا أنا متفائل بشارع وعيه عميق وسيكتب
يكتشف بسرعة الشعب التونسي فطن وذكي ولديه ما يكفيه من الذكاء، قد يكون الآن مغرر به. طيب كيف يكون واعيا؟ كيف يكون واعيا ويدعم الرئيس في الوقت ذاته؟ لا هو لا يدعم الرئيس، هو رأى في الرئيس مخرجا ممكن من يعني من سنوات من الفشل، والرئيس تلبس بخطاب الأخلاقي وبخطاب المبادئ وبخطاب حرب الفساد. نعم. لا يعرف الشعب التونسي قيس سعيد جيدا حتى يقيمه تقييما عميق، ولكن التقييم الحقيقي في تقديري بدأ صحيح في 2019، ولكنه سيتأكد الآن بعد هذا المنح الانقلابي تفرد الصدر، وسيرى التونسيين أنه ما ذهبوا فيه من إعطاء لثقة في هذا الرجل سيجنونه يعني للأسف يعني شوكا في أشهر قليلة، لأنه المسار واضح منذ بداياته ولن يعمر كثيرا. والثورة التونسية كما كانت رائدة في سنة 2011، أتوقع أن الشعب التونسي سيكون رائدا مرة أخرى وسيعيد الأمور إلى نصابها، وهذا ما يحصل الآن فرز مهم وضروري لمرحلة أخرى أكثر اقتدارا وأكثر تماسكا. الخير العميم لتونس. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين، كان معي في الاستوديو الأستاذ زياد بومخلا الباحث في الشأن التونسي، وعبر الهاتف من مدينة سوسة التونسية دكتور أنور جمعاوي الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية. كل الشكر الأكبر لكم. يبقى مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله، إلى اللقاء.